بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وبنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الأحبة، فإن للصيام حكما كثيرة، منها موضوعين ما أنت وحكوساب سنيهي حكمة صومك، وأنا درسي لحية طبنات إيه كم إذا سلسلة دي يدروستي بش رمضان الكريم أيام كل حجرنا مركة سؤال شو عايتاي بش رمضان وحيا لبدنا كل حجرة حكمة iyo faa'iidada ku jirta soomku waa maxay mal xikma xikmadu waa maxay waay tahay markaan soo gaabino xikmadu waa farabadan tahay waxyaalaha ku jira soomka ee xikmada ama faa'iidada dadka annaka noole oo ku jira waa badan tahay waxa kamid ah kow at-takhalluqu bit-taqwa ruuxa saaimka ee sooman lillaahi u sooman kuna afuray kuna suxuurtay ninkaas waxaa laga rabaa uu helayaa attaqwa ilaa ka baqid baa qalbigiisa ku soo dhacaysa ninka aan hore ugu jirin qabla ramadaan hadday ku jirtana mid ziyaadaha ku soo dhacaysa akoonka qalbiga waxaa ku soo dhacaya xisaab fara badan ayaa ku soo dhacaysa xasanaad fara badan baa ku soo dhacaya marka ilaahay wuxuu leeyahay jalla wacalaa آيات بقول صدن يكو من سورة النساء إلهي وحولي هي صغوة الماما يتقوى فإذا ذا إلهي ذا يددك تقوى إلهي كو أمري أما كو شاقي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إلهي وحولي هي سبحانه وقوله الصدق ولقد وصينا الذين dadkii waxaan u dardaaranay waa tawsiya rabbaaniya ilaahiya samaawiya dadkii kitaabada la siiyey oo kitaabaha lagu soo dejiyey tawraad iyo injiil iyo zabuur iyo kullu raggaas waxaan u dardaaranay oo adinka int ka horreeyey iyo adinkaba an ittaqullaah ereygaasaa int ka dhexeeya oo naga dhexeeya ittaqullaah waxa weeye wasiyatullaahi lilawaliina waalaakhiriin dadkii hore iyo dadka dambe ilaa qiyaami saaca eray naga dhexeeyo wey faa'iidada marka laga faa'iidayo xikmada ku jirta bisha ramadaan attaqwaa taqwadaasaa ku jirta marka ruuxa ku sifooba taqwo wuxuu ahaanayaa awaamirta ilaahay nin qaatay manhiyaadkii iyo wixii ilaahay uu diidanaana ka haray taasuu noqonaya macnuhu waa sidaas إلهي سبحانه وتعالى نبي جيسى أيو سجار أهانيت وحو أغود دردار إلهي كبقى بالذات نبي جاء أي توس إلهي وحور إلهي كبق نبي محمد إلهي وكبقي دنبي جيسى هرأي قدال والا نافي وحاوي ويشا قورا دقوا قوس قاته أمدي سالو تشيدا أمدي سالة هلية إلهي وحور سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين نبي الله نبي شرفت له إلهي كبك إلهي هل قبق ومل ولو نافل أيها الله جل وعلا إلهي نابورتي أنكم شرين إلهي نابوري إيه في بطون أمهاتنا هو ينك على هو ينك على شد النبوة هي ilaahaas ee na soo saaray bannaanka na keenay ee nin weyn kaa dhigay ee nin hadlaya naga dhigay ee nin aqoon la naga dhigay alxamdu lilaahi washukru lilaah ilaahaasaa mahad iska leh ilaahaas wuxuu leeyahay nabi maxamedow ittaqillaaha ilaahay ka baq waayahay ilaahay subxaanahu watacaalaa dadkiina alla waa u dardaarmay insaankii guud ahaana rabbi u dardaarmay wuxuu leeyahay alle يا أيها الناس اتقوا ربكم
وردد يهو إلهي كبقى الله لما وحالك الشيء أدونك وحانقون عبه نينك إيره هذا إلهي كبق وفعلا ورد عظيم إلهي كبق نينك إيره أقول عبه الله قول إلهي كبق نينك يرمحوك ودم محبوك أهل ما يرده إلهي سبحانه وتعالى تقوى ذاك كل حشرناه النمبر ككوبات أو حكمة الصيام كلجه هلا يوي إلهي سبحانه وتعالى تتك أهل التقوى وعناش جي إليهن هم أهل الجنة تتك شنذرها أو شنذر رب أقري أو شنذر جريه عند الممات وبعد الممات إن الكواريا شنذر أي شنذا مع سنة ين أو تمشلين ين أي رب القرآن كنوع الشيء إلهي وحلاي هاي آية تطبات يسدح من زورة زمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيقا وسويقا نوال أخيان إشما وسيق الذين اتقوا ولك حيي الذين كو اتقوا ربهم تدك إلهي كبقي ولك حيي طبضا لك حيني هل كله وضا نهلو موضو وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة شندا لوك عينيا شندا لو عسوميا الكاس الوهريا إلى الجنة زمرا أيكو كوح كوح زمرك بمعنى فوجا فوجا جماعة جماعة أيكو هلك حينيا شندا لوك حينيا حتى إذا جاءوها شندي مركي ماذا وفتحت وهو وحلي رواو ثمانية لغة عربية ووضع وعلى واو ثمانية سعداننا نمبر كسيدادات بأقشا سمع نوينا نمبر كسيدادات أقشا حتى وحاوية تشندو سو سيداد ألبان ماها إلهي وعليها نار تمر كان كسو كشكين حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها أيالي إلا تضبعي هذا واو ملحين لكن هل كان واو ثمانية مركي ليري تنذي لفري وفتح دلالة على أن أبواب الجنة ثمانية تنذي الباب بدو السديد إن يتوي ووذن وو ثمانية ليرة وفتحت أبوابها مناسبها سورة الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم وثامنهم كلبهم أي رب لي وثمانية وثامنهم كلبهم أيضا وصاصه كلبهم وو ثمانية ليرة واي هاي سورة التعريف سيد إلهي سوى ذي عسى ربه سوى ها ثيبات وأبكار النمبر كسيد دادوي سو صح ماها وعوى يمرك ساسبة وثمانية كنت هاي معنى كلا نوالد سوى قال للي هاي مركا نارتك مبد باديو إلا ننتقي ماهانة أي رب لي سبحانه وتعالى إلهي وحولي هاي 71 من سورة مريم إلى وحلية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا تتك السراد والله وضم مريا جهنم الدشادة وحاك أي بريج أما كبري ها بوندا لك السمية مركاسة تتك للي هاي طول مرة لنكي هاد أهل الجنة وشندي الله وضنا وموديا linki kalana meeshaas waa checkpoint weeye meeshaas ku daadanayaan dadku naarta ku daadanayaan wal ciyaadu billah intaana naarta ku daadan maanta wixii naarta looga badbaadayaan ku jirna waa shahr ramadaan al kariim hala toobo keeno ilaah hanoo noqdo taqwada hal laazimo istighfarti tasbiix da subhan quraan akhriska taasa miisaan ku buuxinaysa oo insha allah jidka siraad inaad xuf tiraadid ku sahleysa واي هاي إلهي وحليه مركي تتك هل كان لمرسيه والبطة ذنيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا ثم انت كذب ولا ليا ألا وحليه هاي ننجي الذين اتقوا
kuwi alla ka baqay awaamirta alla qaatay wuxuu rabbi faray yeelay wuxuu ka nahayna ka tagay ثم ننجي الذين اتقوا قواس وبدبادين إنا ها قواس قوات بكو ترمى قوات باركا يماها هلو أيكو كالبرق الخادف فيها أمريان أما سوى حوية هلا عوكالي أما فرس أردى يوكالي أما أرط أما حمس اللين أدوك وحوية قرقورشو مدوى حاجر أنت كورنا حدا نصو بحاية يكون لغي حرق لكن إلهي وحن كبري إنكو حفته ركم مرتشتك السراط وعانوية كلاليب مثل شوك سعدان أي نبو يري وحاوية مقناديس إيا مقناد باكو حران وروح مركي لاركو إنو الدم بيلي هاي لب أرانيا سو هذا بداتك مركي لباريو إفالك الوجه ربها لسالو ميرا إنو هبو وطي وحقر حايا إنو وطي وحنا واقعيا ساسو لغميرا رك شوك السعدان كلاليبا ساسكوا او وهو مركه بالمريس وي كتقان ار وي كو دغي الله اكبر مركه وهو الى اي وله مالنتا دبك بدن يوم عبوسا قمضريرا واي على الكافرين غير يسير الله اكبر ninka gaalka iyo muslimiinta kuwa ah ee taalimiinta mujrimiinta ee ashqiyada ee laga hurdi waayo laga seexa waayo laga maali waayay ha kuwaanuna meesha waa ku jira ogow illam yatubu haddaysan rabbi u noqon naxariista rabbi waa waasic allahu akbar ilaahayna tawbada bisha ramadaan waa aqbalaa wa khaasatan ducada hal labadii oo soo sheegnay asbuucii hore waxa weeye ducada inda iftaar marka la furayo fiha da'wa mustajaba arurta loo duceeyo waalidka loo yaacna weyna waalidka loo duceeya weyn mataqaana muslimiinta loo duceeya diinta dalka weyn loo duceeya ducadaasan anfacaysa waxa weeye marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu dadka wanaagsan taqwadu waxa weeye khayru libaas وخير اللباس هو اللباس تقوى تقوى ذلك دوي وخير زاد زاد تقوى تقوى مد لا تسعين تولى ساتنا وحوفي عن تقوى ذا عن وأهل الكرم هم أهل التقوى دتك وناكسر أو رب ما موسى أو شرفي ودتك أهل التقوى دتك أهل التقوى هوي ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والعدم الله أكبر إن لله عبادا فطنا دلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا وايهي نمبر كلابات او كمدا حكم الصيام من حك صوم كحكم ذاها كتشرة او لغا قادنا ايو محا كمدا روح عدو تشال قالو وحالغا يابا هدو نن وناكسنها تقوى ايا وناك ايا استقامة انو كهلا توسنان هدو نن حن اهانا سيدا بضانون ارقنا الهي انو توسيا او ميشو كسو هنونا او تفسير كي قرآن كي ركبر توكسو بحاجرة ماشا مركا وحا وهي صومكو ومدرسات مدرسات لغا بحي وهي ننواكو نعيا ننواكو باسيا نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين راسبين تألو هنگا نقل كوي كو نعي مركا وحايا نمبر كسدحات التحلي بالإخلاص إخلاص أي روح كسفو بيا وحا وهي وحا الربا بشا رمضان عبادة دا إن لخلصاه او إلهي الله خلص سبحانه وتعالى يعلم سر وأخفى وحا قرصون إيا وحا مغدع إلانات إيا عاديال بإلهي باكو علم له لكن أنكو إلانات أمتشيدنا عاديال كان أتشيدنا ألا سوحا ويا وحا تقرين أي صور وحا تبرم ما قنت هاي إلهي وأقيه سبحانه وتعالى وما تكن الصدور إلهي وأقيه سبحانه وتعالى مركا قضب كسد لباد
وقضب كاسوي صومك روح صومن إيا إلهي با إسلوك إتكل اللوك مله هدو ربا حقو إن تتقو أي بيه سي با سدي سويحي سسكعون الكراء تتكون موغ إلهي باوك ولذلك إلهي وحولي النبي وحولي حديث قصة ربانية كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف هل كحسنو بشهر رمضان حسنة وحلل الله با طبان هل كحسنو طبان إلى تضوب قل إلى هاي وحوله سبحانه وتعالى إلا الصوم صوم كمية وصوم كمحل وبرهبا صو حسنا ماها صو انت مية صوم كمية صوم كوحد بني آدم كالسين يروح سائم كقبرنا سائم مدى إلى هاي بأكوال وقريي الله حتى أهل العلم وعي رادين روح هذه قان الغشاك تقيامها إلا يرى إله إن كان قام بان كليها وإدلي وحبو إقرد عاي حولو إقول سمايستي حسنات كي سالة سينية حسنات كي سالة سينية هذه كنت كورنتدو هذي فارغ نقطه رغم الحساب كا سيئات كي سابدو شلقة سارية صوصاص ماها إلهي سبحانه وتعالى ننك السائم كا صوم كميلو قلقي هلو صوم كالو ليبي أوليليها شندي هلقيه إلا كيد بأويا لنكه ها وحي توقو لعيم ما هاني وحباء قرصون وحي توقو كشوب تيمو بيلك ما هاني وحباء قرصون ننكا ها فريهي بالواي فريهي العكتة لقول بحي أي ننكا توقا هواي شايدان واواي تاس ها شايدان صن وودا واواي مركا هالكاسا آخرة أي الغسين إياه وحلاي هاي نبي صلى الله عليه وسلم أسقو هذا حديث القدس كهالله إياه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به صوم كأنا قاله أنا كتش سينية وفعلا كل عمل بني آدم كسمية إلهي بأسكاله لكن تنوح وي ومدقارة والروح الوصينية بريمية مكافأة ننكو وحو سمية وحكب ضنبا للسينية مركو إلهي أمر كيسي قاتي أو قاتش حملي وصبر او اون حملي او حلاشي كتغي او حنتي كتغي وخا لو افورا عنتدا كليه ما حنتا وا لو افوريا اسكو ديركا وا لو افوريا قورغا دبك لين كلي وريغا وا لو افوريا الله اكبر marka hal is ilaaliyo yaani mujarrad tark al akl wa sharab wa ta'am la waxa weey wax kasta in laga xurmiyo madaway nabigu wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli cuntadiisii cabitaankii cuntadii aniga dartiida uga tagay mar hadduu aniga i qadariyay oo i sharfay oo i karaameeyay oo i tixgeliyay aniguna ilaahay wuxuu leeyahay waa karaameynaya waxaan bani aadamka ogeyn ayaa loo qariyay maa laa caynu raad walaa udunu samicad walaa khatara calaa qalbi bashar waxaan ilu arag dhaguna maqal qalbi bani aadam aan ku soo dhicin ayuu helayaa ninkaasu nafta oo ka dhacda jannadii ka xigta biidni illaahi alkariim وايهاي الله وحو يري حديث كان النبي وحو يري للصائم فرحتان روح صومن لبقور بو فرحة ها روح مرك انت بلاي قبت اللي سيدا صوم فرحو عرورتي مرك اتقنا او يرا ونبت قبان اما تليفون كلها لنا وفرحة مقفة دو كبير كورا انت مرك اوك عمعميو نفتك اوكيانو مرك كسيدا عدي لسو هذا شو مرك فرح وعجيب وي لصائم فرحتان فرحة عند فطره وعير النبي شرفت لي مروى مركو أفرو أو عنتدي ألا كتشو تيي أسقون أهو قانسم أو أفكا لقلو مركو فرحيا إلا حلال با الله فسحي نهار كيو نمبو صومنا ليل كيها من كينا والله فسحي وفرحيا مركاس ما صومهينا ما فرحيو ننكاسو حوي شقكو مله فرحة إيا وحاس قوموما إيا والول إيا والبهار أيو يهي ساعده أعونا إيا نن كان كوناك سنادي أما الكاسون إليها وأمر دولة مدع نن كإلهي بو أطاعي سيدا سان الله سينا يا درجو ينك واوين وايهي وحوليها النبي وفرحة عند لقاء ربي مركو إلهي لكو المقبرق إيا قيامهنا فرحة دي وين دي بإذن الله الكريم هو الولين هو البهارن نينك الصومو قبرنا الصومو حلالكو أفرتو حلالكو السحورتي
balaayada iyo xanta iyo beenta iyo dhuxdhuxda iyo fadha kudirarka iska ilaalisay waa sodon casho sabrka aawo inaad sabrtaa la rabaa waa shahru sabri inaad sabrtaa la rabaa ood isxakamayso ood tiraahdo weriga joojiya allahuma inii saaim allahuma inii saaim cayaar maaha allahu akbar taasu waa qodobkii labaad marka waxaan ogaanay soomku inuu yahay sirun bayna alcabdi wa rabbih acmaasha maqbuuladaana waa acmaasha khaaliska oo ilaahay khaaliska u ah shaydaanna uma soo dhowaan karo ruuxa mu'minka qodobka saddexaad attacawudu cala asabr waa kan sabarkan hadda sheegaynay sabarka oo laysku layliyo sabarka oo la qaato ayaa waxay ka mid tahay xikmadaha soomka ilaahay u waajibiyey waxaa la rabaa ruuxa in la baro sabrika suu u sabrayo berri ka maalin haddii wax ku dhacaan hadduu jihaad gelayo hadduu mataqaano muslim difaac ku jiro siduu naftiisa uga adkaalahaa ayaa soomka la barayaa ninka nin naftiisa ka adkaa waayey shaydaanka ma adkaa karo laakiin naftaada haddaad ka adkaatid shaydaan iyo hawo iyo adduunyo intaba gaashaan ka dhul daruurta wasabru maxbuubun ila allaahi tacaala sabriga ilaahay waa jecel yahay walidaalika waxaa laga soo saaray ismaada ilaahay assabuur wahuwa sifatu alanbiyaai waalawliyaa sabarku waa sifadii ambiyadii awliyada wa sifatun laazima liahli ljanna ahlujannada sifada ay leeyihiinna waaye ilaahay wuxuu leeyahay zumar aayadda tobnaad innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka sabra ajir aan xisaabahin rabbi siiya wallaahi subxaanahu wa tacaala aclam.